عودة مرة أخرى إلى تطورات الأوضاع في المغرب والزلزال المدمر الذي ضرب عدد من المدن المغربية. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. يعني سيد عبد اللطيف، خالص التعازي للشعب المغربي في المصاب الأليم، ودعني أتحدث عن الجهود الإغاثية وماذا عن خلية احتواء هذه الأزمة. شكرا، ولا احزنكم الله، انا لست فقط وزير العدل، انا كذلك عمده مدينه تردنت هذه التي في محافظتها تاثرت كثيرا بالزلزال، لانه الزلزال وقع قرب الجبل، فهناك الجانب الغربي كان مراكش والحوز، والجانب الشرقي هي تردنت، وهناك مداشر ودواوير اختفت نهائيا، يعني وقع دمرت نهائيا من حيث وجودها. بالنسبه للمساعد للتدخل، هناك تدخل للجيش، تدخل للدرك الملكي، تدخل للمجتمع المدني، ثم تدخل للسلطات العموميه وللوسائل، جميع الوسائل ما فيها الجويه والطرقات كلها تتدخل للانقاذ وتقديم العلاج. الجيش مثلا وضع مستشفيات ميدانيه وطائرة هليكوبتر، لأن بعض المناطق سقط الجبال على الطريق، لم يعد إمكانيا أن نمر على الطريق العادي، فسقط أطراف من الحجارة الكبرى على الطريق تمنع ثم الوادي، مما يمنعنا من المرور، نضطر أن نمر إما بالأرجل إما بواسطة الدواب أو بواسطة الهليكوبتر، واستعملنا جميع الوسائل لنفتح الطريق أولا حتى نتمكن من الوصول إلى الجرحى والوصول إلى جثث الأموات. نعم. وقد بلغنا اليوم عدد كبير جدا بين الامس واليوم، عدد كبير جدا من الاموات. ماذا عن اخر الحصيله بالنسبه للضحايا، وهل ما زال هناك اي امل يتواجد بعد 3 أيام في الوصول الى ناجين تحت الانقاض؟ اولا ان هناك امل دائما، لانه المواطنين الذين نجوا فورا هم الذين تدخلوا مباشره لانقاذ الناس من تحت التراب ومن تحت الحجاره، وكذلك دفنوا جثث الذين ماتوا رحمهم الله. الآن وصلنا عدد الوفيات إلى 1452 قتيل بإقليم الحوز، عدد الوفيات 2497 شخصا، وعدد الجرحى 2476، وفي منطقة الحوز 1452، وفي منطقة تردنت أي بإقليم تردنت 764، وبإقليم شيشاوة 202، و18 بعمالة مراكش. وهناك بعض يعني اوروبي فرنسي بدات ازمه قلبيه من الخوف، الناس الان خائفين من الرجوع لان هناك ارتدادات للزلازل. الاحتمال ما زال متواجد لهزات تابعه؟ لا احد يفهم الطبيعه، الطبيعه تفرض نفسها في الطريقه التي تراها، فهناك تخوف الارتدادات. انا بالامس كنت في منطقة كانت متضررة جدا اسمها هدف البولت، موجودة في الجبل، حينما رجعت بالطريق في السيارة رأيت جزء من الجبل ما زال يسقط وما زال ينهار عن بعد، هذا مخيف فعلا. ولكن اللي مهم هو أن المجتمع المدني بقوة حاضر بقوة، والجيش حاضر بقوة، وكلنا نساهم بشكل أو بآخر في مساعدة الضحايا. نعم. سيد عبد اللطيف، ماذا عن الجهود الخارجية والبعثات الأجنبية التي يعني تقدم يد المساعدة في مثل هذه الأزمة؟ هناك أكثر من 70 دولة أعلنت استعدادها لدعم المغرب ولمساندته، فقط نحن نريد أن تمر الأمور بشكل منظم، لا نريد مساعدات هكذا بشكل ده. جميع المساعدات نحن مستعدين نقبلها، ولكن نريد الأمور أن تكون منظمة ومضبوطة. نريد الأولويات أولا، فإحدى الأولويات التي أكدنا عليها هي إنقاذ الضحايا من تحت التراب، وهكذا قابلنا 4 دول، الإمارات وقطر وفرنسا وعفوا وإسبانيا وبريطانيا، بعثوا لنا المتدخلين من أجل رجال المطافي الدفاع المدني من أجل إخراج الجرحى وكذلك. ثم أنا داخل الآن هناك لجنة تدرس ما هي الأولويات المطلوبة، ونتجه إلى الدول التي اقترحت علينا ما هو مطلوب حتى تمر الأمور بشكل منظم ومضغوط، ولا فقط أن نقبل كل شيء وفي الأخير نجد نفسنا في كثير في فوضى أو في عرمرة من الأشياء دون حلها، لهذا نضبط الأمور شيئا فشيئا ونحقق مشكلة الدول. ما هي الأولويات إذن التي تحتاجها المغرب الآن؟
الآن أو تدخل لإنقاذ الجرحى وكذلك لإخراج الجثث ثم المستشفيات وغير ذلك من وسائل التدخل للعلاج. والأمور الأخرى نحن نسير فيها. بالأمس أخبرت السفارة، أخبرت وزارة العدل الإسبانية عن أنها تريد تدعم بوسائل إثبات الأدين أو البحث الجنيني إلى غير ذلك من الوسائل العلمية. وفي الحقيقة نحن نسير بالأمور بشكل أكثر انضباطا وأكثر منظما حتى نغرق في أشياء نستطيع إدارتها بعد ذلك. نعم، خالص التعازي مرة أخرى، جزيل الشكر السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي.